اوكي، مرحبا معكم استاذ راني احمد. هذا الدرس 34 من دروس البرمجه بالاوبن سي في وال سي بلس بلس. اوكي، نحن هون راح نتعلم كيف نعمل فلود فيل. شو الفلود فيل؟ فلود فيل كلكم بتعرفوها يمكن، بس انتم مش منتبهين لها، اللي هي السطل. هذه الفلود فيل. شوف، حتى هو البرنامج هون، هذا برنامج الرسم كلر بينت عندي على لينكس. اوكي، الكي دي اي هو شغلته، مكتوب فيه السطر انه فلوت فيل. اوكي، يا بكبس هون مثلا، بنقي انا مثلا والله بالازرق، هاي الفلوت فيل بتعبي، بتاخذ نقطة، اي نقطة، وبيفلش منها اللون من مطرح النقطة طول ما هو في نقط بتشبه باللون النقطة اللي انت نقيتها. يعني كانت ابيض، اوكي، هلا بس ارجعها بتصير زرقاء، تاني نقيت هيك. اوكي، طيب، هلا نحن حنستخدم هاي الصورة، سميناها فلود فيل. اوكي، منشان نقدر نستعملها بالاوبن سي في، حتى نفرجيكم كيف بنقط معينة ممكن تتغير المساحة اللي انت نقيتها، مثلا زي ما نقيت المساحة البيضاء تتغير على اللون اللي انا بدي اياه. اوكي، هلا مثل العادة في عندي صور، يعني هدول اللي مستعملهم بس انه عشان اذا عزنا، بس هلا حاليا ما في شيء اضافي، بس حستعمل الصورة الاساسية وهي رح العب عليها. اوكي، فهاي هي عم بعرض هون الصورة الاساسية، وبعدين في عندي الصورة بعد الفلود فيل، لانه فانكشن الفلود فيل هو على السطر الثاني. اوكي، سطر 30، تمام. فراح نفتح نافذة جديدة اسمها فلود فيل بيكتشر، ونفس الصورة هي راح يتعدل عليها وتصير معها فلود فيل. هلا كيف تصير الفلود فيل؟ هاي الصورة اللي أنا قريتها، هي قريناها من هون من سطر الأوامر، تمام. هلا بتاخد بعدين نقطة بتبلش منها، مثلا 220 200، يعني لو فرضنا هاي الصورة. اوكي، شوفوا تحت، تحت مش عارف، يا ريت فيني انا افرجيكم اياها هون. اوكي، لانه بدي اياها تتحرك، مش قادر افرجيكم اياها وهي عم تتحرك. هون مطرح الفاره عم تتحرك، هون عم تشوفوا الاحداثيه والصوره، شايفين كيف؟ اوكي، هلا بنقي انا نقيت مثلا اي نقطه هون. اوكي، انا اخذت ال 200 220 طبعا لانه اهون بالكتابه. اوكي، وواضحه انه بالمجال تبع المنطقه البيضاء. فهيدي نقطة بنسميها السيد، يعني البذرة، لأنه أنت بتبذر فيها أو بتبذر فيها نقطة معينة بتكون هي اللون اللي هو حيكون بالسكالر اللي احنا حاطينه. هذا لون RGB، أوكي، خليط من أحمر وأزرق وأخضر. أوكي، هلا هذا اللون شو ما كان، أنا ما بعرف شو هو، تمام، اخترت حيالله لون. اوكي، فهذا اللون اللي راح احطه انا بالسكالر من هيدي النقطة راح يفلش ويفتح وينفرج ويتوسع على طول المدى اللي هن بيشبهوا مطرح النقطة. اوكي، باللون. اوكي، مثل ما حكينا هون بتكون بيضاء، نقينا نقطة بيضاء، فبعمل فلود فيل من هيدي النقطة بتصير شو؟ زرقاء. اوكي، هلا هون نقطة سوداء بتتحول تصير زرقاء. اوكي، هون المنطقة الحمراء بتصير زرقاء. فهمتوا كيف؟ هيك بتصير الفلود فيل. فلود فيل بتاخد نقطة وبتروح بارمة على كل الجهات. هيدي أبسط فانكشن ممكن واحد يكتبها بالبرمجة، تمام؟ أول شيء ريكيرجن، وبتصير تضل تسحب 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 طول ما هذا بتعمل ريتيرن. أوكي، طول ما هي ماشية قصدي بالس، وبتطلب الفانكشن حالها، بتخلص بالريكيرجن، يا بتروح طالع طلوع بالأكسات، نازل نزول بالأكسات، رايحة كمان طلوع بالوايات، طلوع أو نزول بالوايات. أوكي، يعني بالأفقي وبالعمودي، واي وإكس. أوكي، وبتضلها تطلب حالها. فبس تشوف نقطة حمراء بهيدي المنطقة اللي على نفس الواي والإكس اللي أنت حاليا عليهم، أوكي، مثلا اقلبها لزرع، تمام. وكتير الفلود فيل بتساعدكم بعد يعني المناطق اللي بتشبه بعض. اوكي، بس مش بالاوبن سي في، بحكي اذا انت كتبتها. اوكي، مثلا حابب تعد عدد النجوم بالسماء،
اوكي بتستعمل فلود فيل. فانت شو بتعمل هيك؟ بتحول اللون الابيض، يعني بتاخذ صوره بيضاء وسوداء، بتحول اللون الابيض ل شو اسمه اللي هو لون ساطع بالسماء. اوكي بس تاخذ صوره مليانه نجوم. اوكي هاي نقطه بيضاء حتتحول، يعني هي حتكون صفراء بتشوفها بيضاء بالابيض والاسود اوكي وبالرمادي. فانت من كل المناطق البيضاء بتحولها لشو مثلا لونها حمراء، اوكي بتقلبها لاحمر، هيك بتكون تلغيتها. اوكي وهيك لانك لغيتها بتحسبها انه ملغيه، فانحسبت منطقه، فانحسبت مكان نجمه اوكي، او مكان نجوم بتكون كثير قريبه من بعض. فهو بيعطيك اقل عدد ممكن من هالنجوم، يعني لو جيت انت عديتهم باصبعك هيك وشاورت عليها بالسماء. تمام فهيدي هيك بيعدوا نجوم تقريبيا، مش بالضبط، بيعطوك نوع من التقدير اوكي، بس تقدير اقل شيء ممكن اوكي، بقلل الخطأ اوكي. كنت افرض مثلا معك على 100 نجمة مش مشكلة، بس انه هالقد هن اوكي، بس بيطلع ما بينه مثلا شي حوالي 1000 واحد، انه مش عيب يعني 100 بالنسبة ل 1000 مش هالمشكلة عندنا احنا اوكي. طيب فاذا هيدي الصورة، هاي النقطة بنسميها البذرة اوكي، بناخذ نقطة ممكن تكون 3 دي اذا كان عندك تحسب الصورة عندك 3 دي اوكي. اوكي بس احنا بناخذ نقطة 2 دي لان لمجز الصور عم ناخذهم 2 دي اوكي، ثنائية الابعاد اوكي، افقي وعمودي اوكي بدون عمق بالصورة اوكي، وفي سكالر اللي هو اللون. تمام وبنرد بنعرض الصورة على هذا. هلا هذا معمر يعني مش ضروري، التعمير بسيطة، بروجكت كلين اوكي، وبعدين بتعمل بروجكت بيلد اوكي، كلين عم نمحي البنى القديم. طيب هلا البنى اللي حطيناه هو هون اوكي، وهي الفلود فيل تمام هيها اوكي، بكبس على انتر. شايفين النقطة اللي اخذت نقطة هون بهاي المنطقة اللي هي 220 200 اوكي، هاي الصورة الفلود فيل، هاي الصورة الأصلية، شايفين كيف صارت؟ هاي الصورة الأصلية، هاي صورة الفلود فيل. هلا بغير أنا من مطرح تاني اوكي، خلينا ناخذ مثلا شي ابو 10 20 اوكي، يعني تجي 10 20 هاي الصورة عشان ساعدني، شايفين هون 10 20 بتجي مطرح المنطقة السوداء تمام على نفس اللون، رح يبقى الأبيض والأحمر رح يضل اوكي. راح اشيل هاي، راح اعمل هيك اوكي، شفتوا هاي المنطقة الخضراء كانت شو؟ سوداء. هذا فلود فيل. كمان واحدة تانية ناخذ نقطة مطرح الأحمر، وين اوكي ناخذ لنا شي مثلا ابو 450 ب 200 اوكي 250 اوكي 450 250 اوكي، هذه هي 450، هي 250، هي 450 تمام. نعمل الكود هلا. اذا انت تساءلت ليش عم بفتح البرنامج مش من الرن بالاكليبس، مش عم بكبس هذا الزر، بس لانه انا عندي صور متعدده اوكي. ف هياها شايفين كيف اخذ هيدي المنطقه كلها ما دام على نفس اللون وحولها اوكي. طبيعي مبين انه هون في احمر مش مزبوط، مشان هيك طالعه هي هيك. في احمر فارق مختلف. على كل يعني هيدي المنطقة كلها مش على ذات اللون، في منطقة منها بعدها على حمار اوكي، بس مش احمر اللي هو منقينه نحنا اوكي. فهذا هو الفلود فيل. هلا الفلود فيل في الها اكتر اوكي، بس انا ما عرفتش كتير فيه عشان اكون صريح اوكي، اللي هي بتاخد صورة، هي اول شيء input image اوكي، وفي الماسك. فالصورة هايدي
في إلها ماسك بتحطه، صورة زي ماتريكس جديدة بتحطها، اوكي، وفي إلها فلاجز آخرين بتتلعبوا فيهم، شوفوهم بالدوكيومنتيشن. اوكي، بس أنا برأيي بس بكفي الفلود فيل زي ما هي هالقد، اوكي، وبتكفي كتير حتى أكتر من اللازم، تمام. وهذا كل شيء، أهلا وسهلا، سلام. تكبس على اللايكس، تكبس على التعليقات، تكبس على على الإعلانات، وزر المتابعة، المشاركة، سبسكرايب، اوكي، لا تنسى تعمل هدول، سلام.